تنطلق أول بطولة للسومو هذا العام في العاصمة اليابانية طوكيو يوم 14 من يناير، وسط مخاوف من أن تفقد اللعبة شعبيتها جراء الانتهاكات التي يرتكبها نجوم الرياضة التراثية العريقة. مشجعو السومو في اليابان قلقون بشأن الرياضة الوطنية التي تعرضت لفضيحة جديدة اليوم عندما كسر الأبطال ووكسنوساتو وهاكوهو وكاكوريو تقاليد اللعبة العريقة وأقاموا حفل دخول السنة الجديدة في ضريح ميجي في طوكيو قبل انطلاق بطولات هذا العام والمقررة في 14 من يناير، خلافا للمعمول به حيث تقام الاحتفالات بعد انطلاق البطولة. حادثة أخرى هزت عالم الرياضة الأولى في اليابان عندما اعتدى هاروما فوجي وهو من كبار أبطال السومو السابقين المنحدرين من منغوليا على زميل له خلال حفل كاريوكي عندما كان مخمورا مع مصارعين آخرين، ما أسفر عن مزيد من الإضرار بسمعة الرياضة التي تحاول استعادة شعبيتها في اليابان الحديثة. السومو تعتبر الرياضة الوطنية الأولى لليابان، وأعتقد أن الكثير من الناس في الخارج ينظرون إلى عالم السومو على أنه صارم جدا وأن الشعب الياباني مهذب جدا، وسوف أصاب بخيبة أمل كبيرة إذا تأثرت هذه الصورة. رياضة السومو التي تحظى بشعبية كبيرة في اليابان تدخل فيها بعض الطقوس اليابانية القديمة ويعتبرها اليابانيون أكثر من مجرد رياضة عادية، فهي تقليد وتراث يجمعون على وجوب الحفاظ عليه. لا بأس أن تكون صارما طالما أن هذه القيادة لا تقوم فقط على مشاعر. وعلى الرغم من هذه المخاوف ما زال المئات من مشجعي هذه الرياضة يجتمعون لمشاهدة الطقوس السنوية للعبة التي تكافح لإصلاح القوانين الصارمة والتي يمكن أن تغذي العنف في عالم هرمي مغلق يتمتع فيه كبار الرياضة بسلطات واسعة.